لما كنت عروسة جديدة مشكلتي كانت في حوادث الألوان في الغسيل. هدوم جوزي كلها بهتت على بعض. مشكلتي كانت في الهدوم اللي فيها لونين أو أكتر. ما كنتش عارفة أغسلها مع غوامق ولا فواتح، وحتى لو غسلتها لوحدها كانت بتبوظ برضه. أنا أم لطفلين، مشكلتي كانت في تقسيم الغسيل لغوامق وفواتح، وكمان كنت بغسل الحاجات اللي بتنزل لون لوحدها. كل المشاكل دي حلها شاطر شيك، وده عبارة عن مناديل قماش بتتحط مع الهدوم جوه الغسالة وبتستخدمي معاها مسحوق اللي متعود عليه. بعد الغسيل هتلاقي الهدوم كلها سليمة، وهتلاقي شاتر شيت أخد كل الألوان الزايدة. عشان تعرفي هتحطي كام شيت لكل غسلة هتلاقي كل ده على ظهر العلبة. مع شاتر شيت وفري وقت ومجهود ومسحوق، واغسلي الغوامق مع الفواتح في غسلة واحدة. شاتر شيت، الدليل في المنديل.